بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، نواصل حديثنا عن الوحدة الرابعة وهي الكتابة الأدبية، وحديثنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى عن عنصر أساسي من عناصر الكتابة الأدبية، وهي كيف نكتب قصة أو كيفية كتابة القصة. من المعروف أبنائي الطلاب أن العناصر الفنية المكونة للقصة وهي الشخصيات والأحداث والسرد والفكرة والزمان والفكرة. العنصر الأول من القصة وهي الشخصيات، وتشتمل على البطل وهو الشخصية الرئيسية في القصة، أو شخصيات ثانوية أخرى مرتبطة ببطل القصة. وعمل الكاتب هنا هو وصف هذه الشخصيات أو وصف العلاقة بينهم. العنصر الثاني وهي الأحداث، وهي ما يفعله أشخاص القصة أو يحدث لهم حسيا أو وجدانيا، والأحداث في القصة غالبا ما تكون متخيلة أو معدلة من الواقع. عمل الكاتب هنا ابتكار الأحداث أو تعديلها من الواقع، ثم وصف الأحداث وتصويرها. العنصر الثالث من العناصر الفنية القصة وهي السرد، وهو يعني مجرى الأحداث مثل البداية والنهاية والعقدة والمشكلة والحل. عمل الكاتب هنا ترتيب الأحداث أو ترتيب الأحداث. العنصر الرابع من العناصر الفنية القصة الزمان والمكان، أي زمان القصة ومكانها والأحداث التي تجري فيها. وعمل الكاتب هنا وصف المشاهد الطبيعية المتعلقة بالزمان والمكان. الفكرة وهي العنصر الأخير من العناصر الفنية للقصة، وتعني المغزى أو الرسالة التي تحملها القصة، وغالبا ما تكون ضمنية تفهم من سياق الأحداث. عمل الكاتب هنا اختيار الأشخاص والأحداث التي تؤدي الفكرة الأساسية للقصة. إذا نستنتج أبنائي الطلاب من العناصر الفنية للقصة هنا، نستنتج ما يلي: إذا أردنا كتابة قصة فإننا لابد من الاعتماد على المهارة الشخصية في وصف الشخصيات أو الزمان والمكان والأحداث. الفرق الأساسي بين القصة والمذكرات الأدبية يكمن في جانبين أساسيين: أن الشخصية الرئيسية في المذكرات هو الكاتب نفسه، أما في القصة قد تكون الشخصية خيالية أو شخصية حقيقية. الأحداث في المذكرات أحداث واقعية، أما الأحداث في القصة خيالية أو حقيقية. ننتقل إلى نشاطات التعلم الخاصة بالقصة. تستطيع أن تجعل من أي حادثة تراها أو تعيشها موضوعا لقصتك. عليك فقط أن تفصل جزئيات الحادثة وتوسعها وتربط بينها لإكمال هذه القصة. أي أمامي مشهد الآن أريد أن أحوله إلى قصة أو جزء من القصة، أستعين بهذه أو بعد الاستعانة بهذه المفردة. المشهد هنا الذي نتخيله لكي نكتب القصة: أسرة على شاطئ البحر. في البداية أسباب خروجهم إلى الشاطئ، الاتجاه إلى الشاطئ، وصف فرحة الوصول إلى الشاطئ، وصف مشهد الشاطئ وقت الغروب، الاستعداد للرجوع، العقدة هنا أو المشكلة هنا التي حدثت مع هذه الأسرة هي فقدان أحد الأبناء. إذا أبنائي الطلاب، مثل ما ذكرنا، نتخيل العناصر الفنية للقصة من خلال هذه القصة: الأحداث أو أحداث القصة، الشخصيات الموجودة وهي الأب والأبناء، المكان والزمان، والمشكلة وهي فقدان أحد الأبناء. أمام قصة أبنائي الطلاب، أستعين بهذه العناصر الموجودة أمامي لكي أكتب قصة، ثم بها مشكلة والمشكلة فيها حل أو نهاية لها. أمامي أيضا بعض الأجزاء الأخرى لأكون قصة، وهي بعنوان يوم أول في الصف الأول. البداية وصف للطفولة، وصف للمشاعر عند رؤية إخوانك عائدين من المدرسة أو ذاهبين إليها، بلوغك سن الدراسة، فرحتك بشراء لوازم المدرسة. أيضا ممكن الاستعانة بهذه العناصر كي أصف قصة لها شخصيات وأحداث ومكان وزمان ومشكلة وحل ونهاية. نواصل حديثنا عن نشاطات التعلم، وأمامي هنا سؤال: لكل قصة شخصية رئيسية، قد يكون معها شخصيات ثانوية. اختر الأفكار القصة المقترحة التالية شخصيات، وحدد أنواعها وبعض صفاتها وأدوار. فكرة القصة الأولى معي هنا: لص محترف يسرق كل ليلة
منزلا أو متجر. الشخصية هنا التي تمثل هذه الفكرة سالم من القرية المجاورة، نوعها رئيسية، هي شخصية مثل ما قلت أن الشخصيات في القصة إما أن تكون شخصية رئيسية أو شخصية ثانوية تابعة للبطل أو الشخصية الرئيسية. من صفات الشخصية الرئيسية هنا قصير صغير السن، ذكاؤه حاد سريع. إذن دور هذه الشخصية هو السارق. إذن اللص المحترف الذي يسرق كل ليلة هو سالم، شخصية رئيسية صفاته. دوره هنا في هذه القصة هو الذي يقوم بالسرقة. الشخصيات الثانوية الأخرى، صالح هو الذي يقوم بدور بيع الملابس، شخصية ثانوية تابعة للبطل سالم، صفاته أنه صغير وضعيف. دوره هنا قام اللص بضربه عندما حاول صالح الدفاع عن متجر. الشخصية الثانوية الأخرى، أربعة جنود، دورهم هنا تابعين للبطل اللي هو سالم، صفاتهم أقوياء يحملون أسلحة. دورهم هنا حراسة القرية وحمايتها. من الشخصيات الأخرى أيضا محمد، وهو شخصية ثانوية صفاته ذكي، دوره اتصل بالشرطة. من الشخصيات الأخرى أيضا التي أفترضها في هذه القصة، لأن يعني أمام قصة أريد أن أكملها، شخصيات رئيسية أو ثانوية وصفاتها ودورها في هذه القصة. فأنا بأفترض هنا أشخاص أيا كان نوع أسمائهم. مسعد شخصية ثانوية صفاته قوي، دافع عن صالح عندما ضربه اللص. وهنا يأتي دور الأب، أو هنا انتهت القصة الأولى. افترضت أشخاص وصفاتهم، وكل شخصية لها دور في هذه القصة سواء كان شخصية ثانوية أو شخصية رئيسية. أمامي قصة أخرى، هنا أسرة على شاطئ البحر التي مرت بنا قبل قليل. ومن شخصياته هنا الأب والابن والزوجة والإخوة. الأب هو الشخصية الرئيسية، من صفاته القلق والتوتر. دوره هنا الأب القلق أو الأب القلق. الابن هو شخصية رئيسية أيضا، حركة زائدة، ابن تائه. الزوجة وهي شخصية ثانوية، صفاتها العطف والحنان أو المحبة والود. دورها هنا الأم الحزينة، قامت بدور الأم الحزينة. باقي الأخوة وهم أيضا شخصية ثانوية، صفاتهم الحب والخوف على بعض. من أدوارهم هنا يساعدون أبائهم في العثور على أخيهم المفقود. هنا أبنائي الطلاب، هكذا يكون دور الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية. إذا تحمل أكثر القصص وجهة نظر صاحبها وفهمه للأشياء من حوله، فالقصة وإن كانت أحداثها محتملة الوقوع لها دلالة فكرية ومغزى آخر يريد أن يعبر عنه القاص المبدع بطريقة غير مباشرة. رابعا، أو السؤال الرابع، حاول أن تعبر عن فكرة أو وجهة نظر لك بتحويلها إلى ملخص لقصة ذات أحداث تفهم منها تلك أو تفهم منها تلك الفكرة. أمامي فكرة هنا، شدة الإلحاح في طلب الشيء قد تؤدي إلى الحصول على المطلوب وإن طال الوقت في طلبه. أريد أن أحول هذه الفكرة إلى قصة. نقول هنا، خرج رجل أو رجل يخرج من بيته فيجد زوجين جالسين أمام عتبة بابه، يحاول إبعادهم بكل الوسائل ولكنه لا يستطيع ذلك. استمر الزوجان في جلوسهما مدة طويلة ولم يؤثر فيهما حرارة الجو أو برودته، ولكن الذي سيبتعد هو صاحب المنزل، فقد مات ولم يكن له أقارب كي يرث المنزل الذي ذهب إلى البلدية. اشتكى الجيران وسكان المدينة البلدية لأن الزوجين هما اللذان يستحقان المنزل لمكوثهم طويلا أمامه، وبالفعل أصبح المنزل للزوجين. هنا أبناء الطلاب، أمامي فكرة استطعت أن أحولها إلى ملخص لقصة.
أمامي فكرة أخرى من أثر الراحة في الصغر جني الشقاء في الكبر. إذا آثرت الراحة والسكون والدعة في الصغر، فبالتالي النتيجة المترتبة عليها الشقاء في الكبر، لأنك لم تقدم لراحتك في الكبر. أحول هذه الفكرة إلى قصة. نقول هنا: صبي صغير يخرج أبوه كل يوم إلى المزرعة، وطلب منه أن يخرج معه ليساعده، فيرفض الصبي ويفضل اللعب على مساعدة أبيه. ومرت الأيام وتوفي أبوه وترك له كل شيء، لكن الولد لم يجرب الاعتماد على النفس وترك مزرعته حتى هلكت ولم يجد ما ينفق به على نفسه. إذن هنا أمامي فكرة أبنائي الطلاب، استطعت أن أحولها إلى قصة مكتملة من حيث الشخصيات والأحداث والعقدة، ولها حل أو المشكلة وحلها وثم النهاية. وهكذا أستطيع أن أحول أي فكرة إلى قصة من خلال إبداعاتي ومن خلال العناصر الفنية المكونة للقصة، مثل ما قلت، وهي 5 عناصر: الأحداث والشخصيات والمكان والزمان والمشكلة وحل والنهاية. إلى هنا أبنائي الطلاب نصل إلى ختام درس اليوم. استودعكم الله على أمل بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.